يقول السائل: ما حكم من فعل الفاحشة بالحيوانات ثم تاب وتزوج؟ هل ينطبق عليه الآية؟ هل تنطبق عليه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هذا حرام، لكنه ما هو بزنا، هذا ما هو بزنا لكنه حرام، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله، فهو حرام وإثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة إلى الله والاستغفار، ولا يعود لمثل هذا، والله يتوب على من تاب. نعم.